بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان النهر الجاري لفضيلة الشيخ سعيد ابن مسفر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة، وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومستقر رحمته. أيها الإخوة في الله، نظراً لأهمية الصلاة ولمكانتها في الإسلام، حيث أنها أعظم وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الدين. عمود الدين جاءت في حديثين صحيحين. الحديث الأول في البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، يعني على خمسة أعمدة أركان، منها وإقام الصلاة. وجاءت بنص عمود في حديث صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، رواه أهل السنن، قال: لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، أخبره ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه، يعني أعلى منزلة فيه، الجهاد في سبيل الله، وهي من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. هل يبقى جسد إذا قطع الرأس؟ إيش رأيكم؟ هل تبقى حياة بعد قطع الرأس؟ لا، لكن لو قطعت اليد يبقى حياة، لو قطعت الرجل يبقى حياة، لو قطع كل شيء فيك إلا رأسك، إذا قطع من هنا خلاص ما عاد في كلام. ولهذا يسمون الآن في الطب الحديث زرع الأعضاء، إذا انقطعت إصبعك ردوها، وإذا انقطعت يدك ردوها، وإذا خربت كليتك زرعوا لك كلية ثانية، وإذا خرب القلب يزول لك قلب ثاني، هذه ممكنة، لكن إذا انقطع رأسك يزرعون لك رأس، ما عاد معك شيء. ولذا الصلاة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا تركت الصلاة ترك الدين وكفر، وليس شيء في الإسلام تركه كفر إلا الصلاة. وقد صدر الحكم وبين العلماء الحكم الشرعي لتارك الصلاة أنه كافر، كافر بالإجماع إذا تركها جحودا، وكافر في أصح قولي العلماء إذا تركها تهاونا، لأن التفريق بين الترك الجحودي والترك التهاوني لا مجال له، إذ الكلام ترك من ترك، والحديث في مسلم صحيح: بين الرجل وبين الصلاة ترك الصلاة، ما قال تركها جحودا. بين الرجل وبين الكفر أثابكم الله، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والحديث صحيح في مسلم، والحديث الثاني في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد، وعن ثوبان وهو صحيح، عن ثوبان قال عن بريدة رضي الله عنه وهو ابن الحصيب صحابي جليل، روى 150 حديث، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا غزا يستخلفه على المدينة، هذا قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكفره يأتي من الأدلة الشرعية، من كتاب الله، ومن سنة رسول الله، ومن كلام الصحابة، ومن كلام التابعين، ومن النظر الشرعي الصحيح. فأما من القرآن فقوله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالله علق أخوتهم على إقامة الصلاة، إذ أن الأخوة لا تنتفي عن المسلم بارتكابه لمعصية، ولكن إذا ارتكب كفراً انتهت الأخوة، ولا أخوة بين مسلم وكافر. أيضاً يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين، الحديث الأول في مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ويقول في السنن وهو صحيح عن بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما من كلام الصحابة فيقول عمر رضي الله عنه لما طعن كان يقول: الله الله في الصلاة، ثم
ثم قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. هذا كلام عمر رضي الله عنه، يقول لا حظ أي لا نصيب في الإسلام لمن أضاع الصلاة. قال عبد الله ابن القواريري يقول: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه من الإسلام كفر إلا الصلاة. أما النظر الصحيح فإنه لا يعقل أبداً أن يقال لرجل صل ويعرف منزلة الصلاة في الإسلام وتأكيد الله عليها في القرآن وفي السنة ثم يتركها، لا يمكن أن يكون مؤمناً. كيف يكون مؤمناً وهو يقول لا يصلي؟ لا، إنه غير مسلم بتركه للصلاة. ولذا نلمس أهميتها في القرآن، فقد وصفها الله، وصف الله أهل الإيمان وجعلها القاسم المشترك في جميع الصفات من البقرة إلى الناس. ما ذكر الله أهل الإيمان ووصفهم إلا وأبرز صفاتهم وأهم مميزاتهم الصلاة. في أول البقرة يقول عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وفي أول الأنفال يقول عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقد صدرت الآية بأداة الحصر إنما المؤمنون، أي لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا من توفرت فيه هذه الصفات المحصورة بأداة إنما. ويقول عز وجل في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ويقول عز وجل في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ينتهي بالصفات ويختم ويقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ويقول عز وجل في وصف المخبتين قال: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهي ويقول عز وجل في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي النهاية قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقد وصى الله عز وجل بها في سورة إبراهيم، قال عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. هذه وصية الله، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ولقمان يوصي ولده ويقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. والله عز وجل يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الأمر بالصلاة في القرآن شيء متتابع ومتواتر، وأيضاً بيَّن الله في كتابه العزيز أنه ما من أمةٍ وما من نبيٍ بُعِث إلا وقد أُمِر أن يُبلِّغ أمته بإقامة الصلاة. إلى جانب الأمر بتوحيد الله لازم في صلاة، مع التوحيد في صلاة، ما في نبي إلا وعنده صلاة لأمته، وإن اختلفت في الأداء لكنها تتحد في أنها صلاة، شعيرة من شعائر الله العظيمة. يقول الله عن إبراهيم: وقد جاء بذريته إلى مكة هاجر وإسماعيل، قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ثم قال: ربنا ليقيموا الصلاة. وقال في دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ويثني الله على إسماعيل فيقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. عظيم، كان له، والله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول عن موسى حينما حصل له اللقاء مع الله عز وجل في الليل قال: وما تلك بيمين قبلها إنني أنا الله لا إله إلا أنا يا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
وقال عن عيسى لما جاءت به أمه تحمله وأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه يعني كلموه لأنها قد نذرت لله صوما وصومهم كان الإمساك عن الطعام والشراب والكلام قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بما بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون هذا القول الفصل الحق الذي فيه يمتري النصارى حين يجعلون عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا إن عيسى يتحدث عن نفسه في أول كلمة وينسف فيها عقيدة 1,000,000,000 نصراني الآن على الأرض كلهم يدعون ويعتقدون أن عيسى ابن الله وعيسى أعرف منهم بنفسه فيقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فالصلاة عظيمة القدر وبعدين كل عبادة تسقط عن الإنسان في بعض الأحوال إلا الصلاة الزكاة تسقط عنك إذا ما عندك مال أو تسقط عنك إذا عندك مال ما بلغ النصاب أو تسقط عنك إذا عندك مال بلغ النصاب لكن ما حال عليه الحول الصوم يسقط عنك إذا كنت مريضاً أو مسافراً ثم تقضيه وإذا كان استمر معك مرضك فإنه يسقط عنك وعليك الإطعام وإذا كانك مريض لا يرجى برؤك وما عندك إطعام يسقط عنك لا إطعام ولا صيام وهو ركن الحج ركن لكن يسقط عنك إذا لم تجد أمن الطريق ولا الزاد ولا الراحلة ولكن كل شيء يسقط إلا الصلاة أما الصلاة لا تسقط عنك إن كنت متعافياً صلي قائماً إن كنت مريضاً صلي قاعداً إن كنت لا تستطيع وأن تصلي قاعد صلي وأنت مستلقياً أو على جنبك ما تستطيع تصلي بأي طريقة صلي بطرفك أو إيماء بعينك ما دام عقلك موجود لابد أن تصلي وسوف نعلمكم إن شاء الله كيف يصلي المريض بعدين صلي وأنت مسافر وأنت مقيم صلي وأنت في الحرب وأنت في السلم لا تسقط عنك الصلاة بحال من الأحوال إذا كنت مريض ولا تستطيع أن تتوضأ صلي بالتيمم لا تستطيع أن تتيمم صلي بغير تيمم إذا كانت ثيابك طاهرة الحمد لله إذا ما هي طاهرة غيرها إذا ما عندك من يغير لك ثيابك صلي بثيابك الغير طاهرة فإن الله عز وجل لا يكلفك إلا ما تستطيع المهم صل إذا سريرك على القبلة صل إلى القبلة إذا سريرك ما هو على القبلة ولا تستطيع تتحول صل إلى أي جهة فحيثما تولوا فثم وجه الله هذه الصلاة منزلتها عظيمة يا أخواني وهي العبادة الوحيدة التي فرضت على الله على الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء كل تكاليف الشرع فرضت على الرسول في الأرض ولما جاءت الصلاة لا استدعي النبي صلى الله عليه وسلم وأسري به من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى سدرة المنتهى وفرضت عليه 50 وما زال يراجع مع موسى وربه حتى بقيت 5 في العدد ولكن الله ذو فضل عظيم قال لا يبدل القول لدي هي 50 في الأجر و5 في الأداء هذه نعمة ولا لا يا إخواني نضيعها بعد ما رحمنا الله إلى أن جعلها 5 طيب لو الله جعلها 50 إيش يسعنا نتمرد والله ما إلا نصلي لو هي 50 ولو 50 صلاة على 24 ساعة بمعنى أنك في كل نصف دقيقة نصف ساعة تصلي صلاة في كل نصف ساعة لازم صلاة لكن الله رحمك وخفف عنك وجعل لك الأجر كامل والأداء قليل تأدي 5 وتأخذ على 50 صلاة هذه الصلاة أيها الإخوة منزلتها عظيمة في دين الله ولكن نلمس ونرى من يتهاون بها ويتركها وتركها كفر يترتب عليه أحكام شرعية 7 الحكم الشرعي الأول أن تاركها لا يصح أن يزوج من المسلمات لا يجوز أول شرط إذا جاك يخطب عندك أي واحد اسأل روح دور فين يصلي يصلي في المسجد إذا قال يصلي خلاص مسلم إذا سألت قالوا ما يصلي ما عاد تفكر فيه ولا عاد تمالي فيه خلاص كافر كيف تزوج كافر إذا جاءك يهودي أو نصراني وحط على الماسة عندك أو على الصلل 10,000,000 ريال وقال والله أنا ديانتي يهودية لكن ديانتي 10,000,000 إيش رأيك تأخذها وتزوجني بنتك هل تزوجه والله لو يعطيك 100,000,000 أو 1,000,000,000 وأنت مسلم ما تزوج يهودي ولا نصراني طيب والكافر قال تارك الصلاة ألعن من اليهودي والنصراني
اليهودي والنصراني له أحكام شرعية في دين الله أخف من المرتد والكافر، وسأبينها لكم إن شاء الله. أولاً، لا يصح أن يزوج، فإن عقد له وهو لا يصلي فالعقد فاسد والنكاح باطل، لقول الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا يجوز، إذا علمت أن هذه مؤمنة لا ترجعها الكافر، لا هي تحل له ولا هو يحل لها. هذه نزلت في سورة الممتحنة لما جاء المؤمنات يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا الأول. الثاني، إذا عقد له وهو يصلي، كان يصلي ومسلم، ولكن بعد أن تزوج وأصبحت المرأة في عصمته ترك الصلاة، فما الحكم؟ إذا ترك الصلاة فسخ النكاح دون الحاجة إلى طلاق، لأن الطلاق للمسلم، أما هذا كافر إيش يطلق؟ ما في طلاق له، وإنما ينفسخ النكاح، ولا تحل له الزوجة ولا يجوز لها أن تبقى ليطأها، فإذا وطئها فإنما كافر يطأ مؤمنة، ولا يجوز لوليها أبوها أو أخوها أن يشأن إذا علم أن زوجها ما يصلي لا يجوز له أن يدعها في بيته، فإذا رضي فإنما يرضى أن ينكح بعرضه وأن يزنى ببنته أو بأخته. من يرضى بهذا؟ كافر هذا تخليه يركب؟ لا إله إلا الله، ما يجوز. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لا يعلو كافر على كافرة على مسلمة، لا يجوز أن يعلو كافر على مسلمة. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث، لا يحل له أن يدخل مكة المكرمة، ما يجوز لك يا تارك الصلاة أن تأتي إلى مكة تدخلها. أما ترون إذا دخلتم مكة ممنوع الدخول لغير المسلمين؟ في لوحة وفي طريق اسمها طريق من؟ طريق الخواجات، هي طريق الكفار أصلا. فإذا جاء تارك الصلاة يبغى يدخل مكة ولا يروح جدة، نقول لف من فضلك، روح مع إخوانك، روح مع الخواجات، مع اليهود والنصارى، لا تدخل مكة، يحرم، وإذا دخل فعليه من الله ما يستحق، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حرم الله على الكافر أن يقرب المسجد الحرام، وهي حدود الحرم، ما هو المسجد يعني المسجد بالذات، لا، حدود الحرم. حدود الحرم، إذا جيت من جدة إشبيسي، إذا جيت من الطائف من عرفة، إذا جيت من المدينة من عند أبار علي، من عند مسجد عائشة، هذه حدود الحرم. الحرم شيء والمواقيت شيء أبعد، لكن حدود الحرم لا يجوز لكافر أن يتجاوزها وأن يدخلها، ولا يجوز لتارك الصلاة بالطبع وهو كافر أن يدخلها. هذا الحكم الرابع. الحكم الثالث، الحكم الرابع، لا تؤكل ذبيحته. إذا ذبح ذبيحة فهي حرمة، رغم أنه يجوز أن تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني. لو جيت على يهودي ذبح ذبيحة أو نصراني ومسلم ذبح ذبيحة وكافر مرتد تارك للصلاة ذبح ذبيحة، من تأكل ذبيحته؟ ذبيحة اليهودي والنصراني حلال. ليش؟ لأن الله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لكن المرتد المشرك الكافر لا، ما يجوز أن تأكل ذبيحته. أجل هو ألعن عند الله من اليهودي والنصراني، يعني هو أشد من اليهودي والنصراني. هذا هو الحكم الرابع. الناس ما يفهمون هذا الكلام، يتصورون القضية بسيطة، ترك الصلاة الله يهديه وجالس معه في البيت يأكل ويشرب ويجلسه ويطلعه ويصرف عليه وهو كافر. بل بعض الآباء الآن ما يقدر يقول ولده صل. ليش؟ لأنه ولده موظف يرضعه فلوس ويخاف أنه يعطيه يقول له صل فيزعل عليه ويخرج. من رزقك قبل ولدك؟ إن ولدك هذا هو جزء من الرزق من الله، فكيف تعتمد عليه من دون الله؟ لا إله إلا الله، ما أقل عقيدة الناس وما أضعفها إلا من هدى الله. الحكم الخامس، أنه إذا مات هذا التارك للصلاة فإنه لا يرث، لا يرثه أحد، وإذا مات أحد من أقاربه فلا يرث مع الورثة. لو أن رجلاً مات وترك أربعة من الأولاد، ثلاثة منهم يصلون والرابع تارك للصلاة، كيف تقسم التركة؟ تقسم على الثلاثة المصلين، أما ذاك ما له فيها شيء. ممنوع
والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين، هذا ملته كافر وهذا ملة مسلم. أجل نوزع. طيب لو أن رجلا مات وترك ولد لا يصلي وولد أخو يصلي، ولد أخو بعيد عصبه، من يرث؟ يرث المعصب البعيد، وهذا ولد من صلبه لا شرط له، لا ميراث له، لأنه كافر لا يرث في مال مسلم. هذا الحكم الخامس. وهل هذا الكلام يطبق الآن؟ ما يتلفتون الكلام هذا، وهذه أحكام شرعية ثابتة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناس في غفلة عنها. الحكم السادس أنه إذا مات فإنه أولاً لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين ولا يحمل على الرقاب، ما يجوز. يحرم إذا مات ولدك أو أخوك وأنت تعرف أنه تارك للصلاة، لا يجوز لك أن تغسله ولا تكفنه، ولا تأجيك مجاملة ومداهنة وتقول أني ما أبغى أكشف نفسي أو أفضح ولدي ونحن بنخليها وعلى الله، لا. ولا يجوز أن تدعي المسلمين تقول: تعالوا يا جماعة ولدي مات، تعالوا صلوا عليه، كيف يصلون على كافر؟ ولا يجوز لك أن تخدع وتغش المسلمين فتقول: أقبروا ولدي في المسلمين. هل يجوز الآن أن تقبر يهودي في مقابر المسلمين؟ طيب كيف يجوز لك أن تقبر ولدك وهو كافر ما يصلي مع المسلمين؟ ما يجوز. قالوا: كيف؟ قالوا: لا يحمل على الرقاب. أول شيء ما يجوز حمله على رقبتك وهو كافر، إنما يحمل على أي وسيلة، بالأيدي، وبعضهم قال يسحب كما تسحب الدابة الكلب أو الحمار، ثم يذهب به إلى الصحراء، ثم يحفر له حفرة في الأرض إلى غير قبلة، ما يوجه للقبلة، ما يشوفون فين الشرق والغرب والقبلة، لا، ما له قبلة هو، لأنه ليس من أهل القبلة أصلا. ثم يكب على وجهه في ملابسه من غير غسل ولا تكفين ولا صلاة ولا توجيه للقبلة، وإنما يكب على وجهه لأنه سيرد النار وهو مكبوب على وجهه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم بكما وصما وعميا، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الحكم السابع أنه لا يجوز الاستغفار له ولا الدعاء له. ما يجوز لك إذا مات الولد تقول: رحمة الله تعالى عليه، الله يغفر له، الله يسكنه الجنة، المرحوم، وأنت تعرف أنه تارك للصلاة، لا، لأن الله قال في القرآن الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا كان مشركا أو كافرا مرتدا عن دين الله بتركه للصلاة، لم يجوز لك أن تستغفر له. وإذا سمعت أحد يقول: الله يغفر له، قل: لا، لا تستغفر له. نعم، هذه الأحكام الشرعية هي التي يجب أن نراعيها في التعامل مع تارك الصلاة، إلا ما دمنا ندعوه. أما إذا كنا في طور الدعوة معه والجذب، فإننا نصبر عليه حتى نحدد موقف معه، فإما أن يستجيب ويسلم ويصلي وله ما لنا وعليه ما علينا، وإما أن يحدد موقف ويقول: لا، ما أصلي. هنالك خلاص ينبغي المفاصلة والبراءة منه والتعامل معه على ضوء هذه الأحكام. لا يؤاكل، لا يشارب، لا يجالس، لا يزار إذا مرض، لا تتبع جنازته إذا مات، لا يشمت إذا عطس. كل الأحكام هذه تنتفي عنه، لأنها اسمها حقوق المسلمين، حق المسلم على المسلم. أما الكافر لا حق له، له حقوق معروفة نعطيه إياها، لكن أما المرتد عن دين الله فليس له ما للمسلمين. هذه أحكام تارك الصلاة. ولكن كثير من العوام بل وحتى المتعلمين يخفى عليهم الأداء الشرعي للصلاة، إذ أننا نرى تبايناً كثيراً وفروقاً ظاهرة في أداء بعض المسلمين للصلاة. أضرب لكم على هذا مثال بسيط: تقف في المسجد وتطالع في الناس يصلون، تجد فيه فروق كثيرة في وضع اليدين، هذه كمثال بس، فتجد واحد وضع يديه هكذا مرة مسبلها، وآخر يضعها تحت سرته، وآخر يضعها على بطنه، وآخر يضعها على صدره، وآخر يضعها على نحره، وآخر يضعها على قلبه. وكل واحد تسأله، بعضهم عنده علم بعضهم ما عنده علم، هذا اللي على قلبه يقول: علشان لا يطير قلبي فأنا قطبه. الله أكبر يا هذا العلم.
والثاني اللي يسبلها مرة يقول إنه ما ثبتت إن الإمام مالك كان يصلي وهو مسبل. نقول له لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويده مقبوضة على صدره، وأنت مأمور باتباع الرسول ولست مأمور باتباع الإمام مالك. والإمام مالك رحمه الله نص في كتابه الذي هو عمدة مذهبه موطأ مالك على أن اليدين تقبض على الصدر، ولا دليل لمن يضع لمن يسبلها. طيب، هذا التباين يجعلك تفكر في أنه لا بد من توضيح الكيفية الصحيحة الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة. وقد لمست هذه الحاجة من كثير من الإخوة القائمين والذين يمارسون بيع الشريط الإسلامي، يتصلون بي كثيرا ويقولون في كثير ناس يقولون نبغى شريط كيف يصلي المسلم، في عوام في ناس ما يدرون، نبغى يسمع الشريط ويعرف كيف يصلي حتى آخر الصلاة. فآثرت أن تكون هذه الليلة، رغم أنها ليست في الدروس المنتظمة، دروسنا المنتظمة في العقيدة، لكن لأهمية الصلاة آثرت أن تكون هذه الليلة عن كيفية الصلاة في دين الله عز وجل. قبل الصلاة هناك مفتاح اسمه الوضوء أو الطهارة، وإذا جئت إلى الصلاة وهي قفل بغير المفتاح بغير الوضوء ما فتحت لك الصلاة. الوضوء والطهارة مفتاح الصلاة، فقبلها لا بد أن تتطهر. والوضوء هو طهارة واجبة أوجبها الشرع من الحدث الأصغر، والحدث الأصغر يأتي كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل وغير ذلك. هذه نواقض الوضوء، إذا حصل لك منها ناقض لزمك أن ترفع الناقض وتستوجب الطهارة بالوضوء الشرعي. وأيضا هناك الغسل، وهو طهارة واجبة من الحدث الأكبر، وهو الجنابة التي تأتي عن طريق الاحتلام أو عن طريق الجماع أو عن طريق الإمناء أو عن طريق الجهد والإيلاج. ولو لم يمني، إذا جامع ولو لم يمني وجب عليه الغسل بعد الإيلاج، وتأتي عن طريق الحيض وعن طريق النفاس. هذه اسمها حدث أكبر، الجنابة وما معها والحيض والنفاس، هذه ترفع بالغسل. أما كيفية الوضوء فهو، وأرجو أن تركزوا معي علشان يكون فيه يعني فهم لهذه الأحكام، أن ينوي الوضوء بقلبه بدون تلفظ، لأن التلفظ بالنية في سائر العبادات غير الحج والذبح الأضحية بدعة لم تثبت. فتنوي يعني تستحضر في قلبك وفي داخل نيتك أنك رايح توضي، إذ أنك لو وضيت بغير نية داخلية قلبية فوضوءك فاسد. النية مطلوبة لكن من غير تلفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها في وضوئه ولا في صلاته ولا في شيء من عباداته، ولأن الله يعلم ما في قلبك فلا داعي إلى أن تخبر بما فيه. ما في داعي تقول وقفت ونويت أن أصلي صلاة المغرب 3 ركعات، اللهم تقبلها مني، قد دار ربي إنك بتصلي، بس استحضرها في قلبك بدون إشهاد. بعد النية يسمي الله ويقول بسم الله، يسمي الله ويقول بسم الله. طبعا نحن نعني بالوضوء الذي بعد الاستنجاء، لا ينبغي أن تخلطون بين الوضوء وبين الاستنجاء. الاستنجاء شيء ما له علاقة بالوضوء، منفصل عن الوضوء وعن الصلاة. الاستنجاء هو غسل محل الخارج من السبيلين بعد خروجهما بالماء، والاستجمار هو إزالته بالحجارة. فأنت إذا خرجت الآن بعد صلاة العشاء ودخلت الحمام ألست تستنجي؟ تستنجي ولو لم تريد صلاة، فما لا علاقة. لكن نحن نتكلم عن الوضوء الذي تريد به أن تستبيح الصلاة وأن تدخل في الصلاة. فتسمي الله بعد أن تنوي، تسمي الله ثم تغسل يديك 3 مرات، تغسل يديك 3 مرات، الأولى والثانية والثالثة، وإذا كان تحت الصنبور فبما يكفي ويقدر ويوازي 3 مرات، ثم تتمضمض وتستنشق 3 مرات. إن شئت تمضمضت
مضمضة منفصلة عن الاستنشاق ثلاثا واستنشقت ثلاثا، وإن شئت جمعت بين المضمضة والاستنشاق مرة واحدة ثم ثانية ثم ثالثة، الثنتين سوا وارد وكل واحدة لحالها وارد. ثم بعد ذلك تغسل وجهك ثلاث مرات، وحدود الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس هنا إلى أسفل اللحية طولا، تغسلها تغسله ثلاث مرات. ثم تغسل يديك إلى المرفقين من رأس الأصبع إلى المرفقين ثلاث مرات، تبدأ باليمنى ثم تنتهي إلى اليسرى، ولو بدأت باليسرى لم يصح، لا بد أن تبدأ بيمينك في غسلها من رأس بنانك إلى آخر المرفق. ثم بعد ذلك تمسح رأسك مرة واحدة، هذه كلها ثلاث ثلاث ثلاث، إلا مسح الرأس فإنه مرة واحدة، تبل يديك تأخذ الماء ثم تنثره ثم تمرها من مقدم رأسك إلى مؤخره، ثم تعود به من مؤخره إلى مقدمه، هذا هو الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة واحدة. ثم تنتقل إلى أذنيك فتمسحهما مرة واحدة إن شئت بما بقي من بلل يديك بعد مسح رأسك، وإن شئت بماء جديد تبله ثم تنثره، ثم تدخل إصبعيك السبابتين في صماخ الأذنين وتمسح بإبهامهما ظاهر الأذنين، تديرهما على الظاهر، على السبابتين في الصماخين والإبهام في ظاهر الأذن. ثم بعد ذلك تنتقل إلى قدميك وتغسلهما ثلاث مرات من رؤوس أصابعهما إلى أعلى الكعبين، تبدأ باليمنى ثم تنتهي باليسرى، وتكون بهذا وضأت الوضوء الشرعي الثابت الصحيح في جميع الروايات، لأن هذه المعلومات مقتبسة ومنتقة مما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك تقول تستقبل القبلة، طبعا تستقبل القبلة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأول ثبت بالصحيحين والثاني ثبت بالسنن، وفيه بقال لكنه يحتج به ويعمل به. نعم، اليدين الرجلين ثلاث مرات، قلت ذلك، الرجلين ثلاث مرات، الرجل الأولى ثلاث والثانية ثلاث. بعد ذلك إذا قلت هذا الكلام، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حصل لك ثواب. جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل منها أيها شاء. وفي الحديث الصحيح الآخر قال: إذا توضأ المسلم فتمضمض فغسل يديه خرج مع آخر قطر الماء كل خطيئة مستها يده، فإذا تمضمض خرج مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء كل خطيئة قالها بلسانه، فإذا غسل وجهه خرج مع آخر قطر الماء كل خطيئة مستها عينيه أو أذنيه أو يديه أو رجليه حتى يخرج من الوضوء ولا ذنب له. هذا فضل عظيم لا يفوت إلا محروم ومدبر والعياذ بالله. أما الغسل فكيفيته، كيفية الغسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس، أن ينوي بقلبه بدون تلفظ ثم يسمي قبل الدخول، طبعا إن كان يغتسل في مكان ما فيه يعني كرسي حمام فيسمي وهو موجود فيه، إما إذا كان سيغتسل في الحمام اللي فيه كرسي فيسمي قبل الدخول، لأنه لا يجوز أن يذكر الله داخل الحمام الذي فيه التغوط والتبول. بعد ذلك يتوضأ وضوءه كاملا، يستنجي ويزيل القدر ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه كامل، ثم يحثي الماء أو يفك البزبوز والدش على رأسه حتى يرويه ثلاث مرات إن كان إفاضة أو إرواء عن طريق الدش، ثم يغسل سائر بدنه، يعمم بدنه ويكون قد انتهى من الوضوء ومن الغسل. فإن مس أثناء الغسل عورته انتقض وضوءه ولزمه بعد الفراغ من الغسل أن يتوضأ، أما إذا لم يمس شيئا من ذلك اكتفى بذلك. طيب، إذا عدم الماء، لا ماء
أو وجد الماء ولا قدرة على استعماله كالمريض المحروق الذي ما يستطيع يغتسل أو يتوضأ، فإن الله عز وجل رفع الآثار عن هذه الأمة وشرع لنا بدلاً يسيراً سهلاً متوفراً وهو التيمم. والأولين ما كان عندهم هذا اليسر، تروا ما كانت تقبل الصلاة إلا في المكان حق العبادة، وإذا انتقض وضوء الإنسان بنجاسة وقعت في الثوب فلا يكفي الغسل، لا بد من قطع الثوب، وإذا وقعت النجاسة على الجسد فلا يكفي الغسل بل لا بد من سلخ الجلد، وإذا واحد أذنب وأراد أن يتوب ما تقبل التوبة إلا أن يقتل نفسه، فاقتلوا أنفسكم عند بارئكم فتاب عليكم، ما في توبة إلا بقتل النفس. لكن في ديننا رفع الله عنا الآثار والأغلال ويسر علينا هذا الدين، ومن ضمن دين الله اليسر أنه قال صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ومن ضمنها قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتكم الصلاة فصلوا، وإذا عدم الماء فتيمموا. وكيفية التيمم وهو بديل، لا أينما أدركتك الصلاة وأنت في سفر في فلاه في صحراء، أما إذا أدركت الصلاة وأنت في البيت لا بد أن تجيب، كيف تصلي وأنت رجل؟ لا يصلي في البيت إلا المرأة، أما الرجال الله قد قال لهم في القرآن الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، من؟ رجال، بمعنى الذي ما يصلي في البيت ما يصلي في المسجد يصلي في البيت، هذا انتفت عنه صفة الرجولة. صحيح أنه ذكر، والذكورة شيء والرجولة شيء، حتى الحمار ذكر والكلب ذكر، لكن الرجولة مفاهيم إسلامية أولها إقامة الصلاة في المسجد، وأما الصلاة في البيت فلا تحل للرجل أبداً إلا من عذر شرعي سنوضحه إن شاء الله. إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله فإنه يتيمم، وكيفية التيمم أن ينويه ثم يضرب على الأرض أو على التراب الصعيد الذي له غبار ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه، بس يمسح وجهه وكفيه بهما وقد بعدها أحلت له الصلاة. فإذا وجد الماء وقد صلى لا يعيد الصلاة التي صلى، لكن إذا وجد الماء ينبغي أن يغتسل أن يتوضأ، أما إذا وجده بعد وضوئه بعد تيممه وأدائه للصلاة فقد استباحها بما أباحه الله له. نعم الكيفية الصحيحة للتيمم أن تضرب الأرض براحتيك ثم تمسح بهما كفيك، والكف هذا ظاهر اليد، وهكذا ثم تمسح بهما وجهك، مفهوم هذا يا إخواني؟ هذه اسمها الراحة وهذه اسمها إيش؟ الكف. أما الصلاة وكيفيتها فأرجو أن يعني تركزوا معي قليلا، خلوا الأسئلة بعدين علشان أستمر. نعم ظاهر الكف قبل الوجه، قبل الوجه يمسح بهما ظاهر الكف بعد الوجه، أي ما رأيك يا شيخ؟ يمسح ظاهر الكف بعد الوجه أو قبله؟ قبله، والله أعتقد أنه الوجه ثم الكفين، أعتقد يا شيخ، لأن هنا الشيخ محمد بن عثيمين يقول يمسح بهما وجهه وكفيه، فالصحيح أنه يمسح بهما إن شاء الله وجهه أولاً ثم ظاهر كفيه. نعم كيفية الصحيحة للصلاة، أولاً ما هي الصلاة؟ تعريف الصلاة الشرعي عبادة مخصوصة تؤدى في أوقات مخصوصة، وهي عبارة عن أقوال وأفعال، أولها التكبير وآخرها التسليم. وإذا أراد العبد الصلاة فإنه يجب عليه أولاً أن يتوضأ من حدث أصغر أو يغتسل من حدث أكبر، ثم أو يتيمم من عدم القدرة على استعمال الماء أو عن عدم وجوده. وكيفية الصلاة، أولاً أن يصلي في المسجد إذا كان ذكراً رجلاً، إذ لا تقبل الصلاة في غير المسجد إلا من عذر. وقد كنت أراجع المسألة هذه وأقرأ الخلاف بين أهل العلم
في وجوبها أو شرطيتها أو صحة الصلاة بها، صلاة الجماعة، فقرأت كلاماً نفيساً لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاختيارات الفقهية، أكد فيه على أن حضور الجماعة شرط في صحة الصلاة، وأنه لا تقبل صلاة إنسان يصلي في غير المسجد من غير عذر شرعي. يعني أنت متعافي ووافي وآمن وتسمع الأذان ويقال لك قم، فتقول لا أنا بصلي هنا، إيش بقي معك؟ ليش؟ والحديث في البخاري ومسلم حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيأم الناس، ثم أنقلب إلى رجال لا يشهدون الصلاة في المسجد فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من الذرار والنساء. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرق على ترك سنة، ولا يحرق إلا على ترك واجب وأمر عظيم، ولكن منعه من التحريق وجود من لا تجب عليه الجماعة في البيوت وهم النساء والذرية، وسوف يتضررون بتحريق البيوت. بعدين في مسلم عن ابن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس، فين؟ حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيت الرجل منا يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، والعياذ بالله. والله في القرآن يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأهل النار المجرمين وهم في طباق النار، إذا قيل لهم من قبل أهل الإيمان: ما سلككم في سقر؟ إيش قالوا؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ما قالوا لم نكن نصلي، فقد ربما كانوا يصلون لكنهم ما كانوا من المصلين. والله يقول: واركعوا مع الراكعين. والله يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فلا بد أن تصلي في المسجد إلا من عذر، العذر الشرعي محدد: خوف، لا تستطيع إذا خرجت أن تصل إلى المسجد من الخوف تقتل، وهذا غير موجود في مجتمعنا، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار، نعمة يجب أن نشكر الله عليها. ولو خررنا ساجدين لله من ذا الحين إلى أن نموت ما شكرنا هذه النعمة وحدها بس، فكيف بالنعم الأخرى؟ ترى هذه النعمة ما لها مثيل أبداً، لأن الله ذكرها، قال: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة، آمن بيتك مفتوح، تنام بعض الناس بابه مفتوح ينساه، سيارة مفتوحة ينساها، لكن آمن على ماله، آمن على عرضه، آمن على نفسه، آمن على كل شيء. هذه نعمة ترى ما هي موجودة في كل البلدان، في بلدان من بلدان العالم متطورة، ولكن والله بعضهم ما يأمن على بكة دخان في جيبه، يحطه كذا، وإذا خرج من مكان فيه فلوس في بنك ولا شيء يحسبون البكت فلوس، يلحقونه ويذبحونه ويأخذون البكت، وإذا ما في شيء. فهذه إذا كنت خائفاً، وهذه غير موجودة، أو مريضاً، مريضاً مرضاً لا تستطيع معه أن تقوم، أما إذا تقدر تقوم وتدعي واحد من أولادك أو من جيرانك يشاديك تتعصى، الله يعينك، لأن في الصلاة عافية. من الناس من يمرض مرض بسيط ولكن الله عز وجل يعينه، يجي يصلي فيعطيه الله العافية بتردده على المسجد، يجي يصلي الظهر وهو تعبان مرة، لكن يسمع الأذان فيسحب نفسه ويأخذ عصاه ويجي يتعصى، ولا يرجع من المسجد إلا وقد شرح الله قلبه وعافى جسده ورد له عافيته، ويروح ويمرض ويجي العصر ويجي يسحب نفسه ويعود يقول: هو متعافي. هذا إذا كان في إمكانه، لكن إذا لم يستطيع وعلم الله أنه مريض فهناك يعفو الله عنه ولا يكلفه الله إلا ما استطاع به. أو غفل، واحد عادته دائماً أن يصلي في المسجد ولا يمكن أن يصلي في غير المسجد، لكن في مرة من المرات النادرة جاء من سفر أو سهر أو مرض ونامت عينه وما استيقظ، أو شغل الساعة ولم تضرب، أو دق عليها أبوه وما انتبه له، وما انتبه إلا وهو قد فاته الصلاة، فتألم وتندم وتأسف وتقطع قلبه وقعد يراجع نفسه، ثم صلى وهو نادم وهو تائب وهو مستغفر، هذا نقول نسأل الله أن يغفر له. لكن واحد يسمع الأذان ويقول: لا بصلي هنا، خاصة إذا فيه تمثيلية ولا مسلسل ولا مباراة،
يا عيي لا يقوم يصلي، امش. قال ما نبغى تفوتنا يا شيخ، لا إله إلا الله تفوت طاعة الله في الجماعة في المسجد وتجلس على هذا الشيء التافه؟ هذا من قل عقل الإنسان والعياذ بالله. فيأتي الرجل إلى المسجد ويكون مجيئه مبكرا، يعني مع أول الوقت، لا يجلس إلى أن تقام الصلاة، لأنه من أتر صلاة دبارا والعياذ بالله يوشك أن يدبر عنه الخير. لا بد أن تجي مع أول الأذان، وبعدين تسبغ الوضوء، تخرج إلى المسجد، تقارب بين الخطى، تدعو بالدعاء من البيت، تدعو دعاء المسجد، ما تخطو خطوة إلا ولك عليها حسنة ورفع درجة وتكفير سيئة. وبعدين مما يرفع الله به الدرجات، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. بعد ذلك تأتي المسجد، تختار من المسجد أوسط أكمل الصفوف أولها، خير صفوف الرجال أولها، ولو يعلم الناس ما في الصف الأول والأذان والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. لا تجي تقعد عند العمود، بعض الناس يجي يقعد عند الباب هناك علشان يقرب يختصر الطريق، لا، في الروضة إن كنت من أهل العلم وممن يمكن أن تنوب عن الإمام من أهل النهى. إذا لم يكن تجي عن يمين الإمام فإنما يمن الصفوف أفضل من أيسارها. إذا جيت ما يمن الصفوف ممتلئة تجلس في أيسرها مع رغبتك في يمينها، فإن الله يعطيك أجر ما يمن الصفوف لأنك لم تجد فيها مكانا فكملت الصف من الجانب الثاني. بعد ذلك تستقبل القبلة إذا كنت طبعا مأموما في المسجد، وبعد إقامة الصلاة تستقبل القبلة بجميع بدنك، ثم لا تنحرف يمينا ولا شمالا ولا تلتفت، ثم تقف وتوجه أصابع قدميك إلى القبلة وتفتحهما بمقدار جذعك، لا تفخشك ولا تقاربها، ولا تجعلها كذا حرف ثمانية، ولا تجعلها كذا حرف سبعة، إنما هكذا وعلى قدر فتحة جسمك. وبعدين تقرب وتحاذي وتسد الخلل مما يلي الإمام، إذا كنت في اليمين فتقرب جهة الشمال وتطلب من اللي جنبك انه يقرب، اذا ما قرب لا تحاول تصلح غلطه تفخشك، لا، الغلط عليه هو والاثم عليه لانه ما سد الخلل، انت تسد الخلل مما يلي الروضه وذاك يسد الخلل مما يلي الروضه حتى تتكامل الصفوف. لكن اذا اخطا هو لا تصحح خطا بخطا اشنع، لان بعض الناس يدق ويعي لا يقرب فيقوم يفخشك، فذاك كل ما قرب منه شرد لانه يختلع من رجله، يخاف لا يقبصها بها، يحسب انها حنش، وذاك يقرب وذاك يطرد حتى يصير بعضهم يوقف كذا في المسجد يقول ليش؟ قال أبغى أسد الخلل، لأن ورد في الحديث أن الشياطين تدخل في الفرج بين الصفوف كحذف الغنم، يعني كالطليان، فسوى لما سد الخلل فتح كبري لهم، بدل ما كانوا يدخلون من شوية سوى لهم متر أو 80 سنتي أو 70 سنتي، لا، افتح جذعك كما يعني افتح رجليك على قدر قوامك وبنيتك، لا تلاصقها ولا تفخشقها ولا تعدها كذا ولا تسيبها كذا. بعض الناس يقول حاذوا بالأكعب فيقوم يقول برجله ويعكفها إلى أن يضرب كعبه عند ذاك ويقول بها كذا، هذا تكلف كله، هذا غلو ما أنزل الله به من سلطان. كيف الوقفة الهادئة التي جاءت في دين الله وقرب رجلك من رجله بشرط ما ترزعها، لأن يعني بعض الناس عنده حساسية من رجلك، فإذا قربت نشرد بك فأنت قرب منه وحط رجلك جنب رجله، حاذوا بالمناكب والأقدام، لكن لا ترزع رجله، لا تبالغ لين ترصع رجله ويعود يجرد منك وتطارده، لا، اقرب منه، ان كان قاعد جنبك الحمد لله شرد منك الله يسوي له، ومسؤوليه هذا عليه. بعد ذلك تنوي الصلاه بعد ما تستقبل القبله وتقف الوقفه الشرعيه وانت واقف هكذا، تنوي الصلاه بايش؟ بقلبك دون تلفظ، والنيه شرط من شروط الصلاه، شروط الصلاه 9 من ضمنها النيه. بعد ذلك تكبر تكبيرة الإحرام التي تدخل بها في الصلاة وهي ركن من أركان الصلاة، وترفع يديك تقول الله أكبر، ترفع يديك مستقبلا ببطونهما القبلة ومحاذيا بهما إلى حذو المنكبين أو حذو الأذنين، وردت كلها الله أكبر، وما في داعي تحط أصابعك عند مسامعك مثل ما يقول بعض الناس يقول كذا، لا، إنما تضع رؤوس أصابعك بحذو الأذنين أو حذو المنكبين الله أكبر، ثم تضع كفك
يدك اليمنى على ظهر كف يدك اليسرى فوق الصدر هكذا، هذا الصدر، صدر من هنا يبدأ من العظام، عظام القفص الصدري إلى هنا، وتضع على وسط الصدر لا على أسفل ولا على فوق. وهذه ثبتت من رواية وائل بن حجر في البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وبزيادة على صدره في صحيح ابن خزيمة على شرط مسلم والبخاري، هذه زيادة صحيحة، تضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك لا على قلبك ولا تحت بطنك ولا تسبلها، وإنما هكذا. وهذه التي تليق بموقف العبد، ولا تبالغ أو تغلو كما يصنع بعض الشباب فتضعها على نحرك، بعضهم يخنق نفسه كده، لا لا تخنق نفسك ولا تحطها على رقبتك ولا على، لا وإنما أضعها على صدرك، لأن الزيادة في الشيء غلو، والغلو ممنوع في الدين. الله يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والحديث في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، لا تغلو، إنما خذ الدين ببساطته، خذه بسهولته، خذه بيسره، لأن الله عز وجل يسر لنا هذا الدين، شرع لنا دينا سهلا، رفع علينا منه الحرج والمشقة والغلو والتعقيدات، لا، خذ الدين ببساطته. إنما إذا قعدت توسوس وتهوجس وتلعب بك الأفكار وتحاول أنك تشنج، حتى بعض الناس بالصلاة تجده كأنه يمارس حركة رياضية، إذا جاء تركز الله يفركز كذا، إذا قال إيش بك تفركز كذا يا أخي، إيش التشنج هذا، أنت تمارس حركة رياضية يا أخي، صل صلاة واضحة هادية، الله أكبر الله أكبر، لكن بعضهم يمكن حتى ينهز يبنط ويقول كذا كأنه خشبة، لا الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، بعدها سمع الله لمن حمده، ما فيه سمع الله لمن حمده، لا، هذه كلها من الغلو الذي ليس من دين الله عز وجل. فبعد ذلك بعدما تضع يدك اليمنى، كف يدك اليمنى على ظهر كف يدك اليسرى هكذا، تستفتح بدعاء الاستفتاح، والاستفتاح هو طرق للباب للدخول على الله. أنت الآن دخلت على الله بتكبيرة الإحرام، لكن ما قد فتح لك الباب، متى يفتح بعد دعاء الاستفتاح؟ تقول اللهم باعد، والحديث في البخاري ومسلم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، أو كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. إن شئت هذا فهو وارد في الصحيحين، في أحاديث آخر أخرى ما نعرفه وهو شائع بيننا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فإن قلتهما جميعا كما ذكر الإمام النووي فهذا أكمل، وإن اكتفيت ببعضهم فطيب، وإن قلت هذا مرة وهذا مرة فهذا أفضل، كما يقول الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، لأنك تأتي بجميع الأدعية الواردة في هذا. ثم بعد ذلك تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا إن كنت إماما أو مأموما في سرك هذا الاستعاذة، ما تقولها يعني صوت ظاهر، ثم تبسمل، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا تبسمل في سرك، لأنه الثابت الذي داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد ثبت أنه أسر وجهر، ثبت أنه أسر بالبسملة وثبت أنه جهر بها، ولكن كما يقول ابن القيم كان إسراره أكثر من جهره، كان يسر كثيرا ويجهر قليلا، والصحيح الثابت من أمره الإسرار، لكن بعض الناس إذا شاف الإمام يقرأ طوال الحمد لله قال إيش به ما سمى، هو سمى لكن سرا، يتعوذ بالله سرا ويسمي سرا، ثم يقرأ الفاتحة يقول فيها بجميع أحكامها لأنها ركن، والحديث في البخاري ومسلم عن عماد بن الصامت قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وإياك أن تلقى الله وجهك مملوء بالشيب وأنت جاهل في الفاتحة، كما يصنع بعض الشيبان الحين، شايب ولكنه ما يغره من أمور الدنيا شيء، الردايد والمحاكمات والدعاوي وأمور الدنيا، لكن إذا قلت تقرأ الفاتحة قال أنا عمي أنا ما نعرف، إيش بك تعرف الدعاوي والردايد والأمور كلها، إيش بك والشعر والقصائد، ولكن ما تعرف الفاتحة وهي سبع آيات أربعة أسطر، أعمى في دين الله ومفتح في غيره،
يجي يقرأك الفاتحة مكسرة، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك. ويقول بعضهم ما لك يوم الدين، يقول ما هو لك يوم الدين، ينفي، ما لك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وبعضهم يقول اهدنا الصراط، وبعضهم يقول الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت، وهذا يفسد المعنى. لابد أن تتعلم وتجلس على ولدك أو على عالم لتقرأ الصلاة الفاتحة قراءة شرعية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، مع تشديد وتحقيق الشد هنا لأنه مخاطبة لله على الاختصاص، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تقول آمين، ويقول من معك في المسجد آمين، أي اللهم استجب، لأنك تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم وأن يقيمك عليه، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم تقول غير المغضوب عليهم يا ربي، لا أريد طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، لأن معهم علم لم يعملوا به فغضب الله عليهم، ولا طريق الضالين لأنهم عبدوا الله على جهل وضلال، ولكن فتقول بعدها آمين، والله عز وجل يعطيك ما سألت إن شاء الله. ثم تقرأ بعد ذلك ما تيسر معك من القرآن. نعم، ليست آمين من الفاتحة، لا ما هي من الفاتحة، وإنما تقال بعد الفاتحة، بعد فاصل بينك وبين الفاتحة وبينها. ثم تقرأ ما تيسر معك من القرآن، وتطيل القراءة في صلاة الفجر، فتقرأ في الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل أحياناً ومن أواسطه ومن طواله، وتقرأ في الفجر من طوال السور لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تركع ركوع ركوعاً تحني فيه ظهرك بحيث يكون مستقيماً، لا تنكص ولا ترفع، وإنما لو وضع على ظهرك القدح المملوء بالماء لاستقر، تعظيماً لله، وتكبر عند ركوعك رافعاً يديك إلى حذو منكبك، وهي أربعة يعني أشياء ترفع فيها اليدين، عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية ترفع يديك، وغيرها لا. فإذا ركعت ركوع الهوى فإنك تركع رافعاً يديك إلى حذو منكبك وتقول الله أكبر، ثم تحصر ظهرك وتجعله بحيال رأسك، وتضع يديك مفرجتين على ركبتيك، مفرجتي الأصابع على ركبتيك، ثم تمدها بحيث يستوي ظهرك مع يديك في الاستواء، لا نزول تنكيس مرة كما يفعل بعض الناس، لا تقول هكذا ولا تقول هكذا، وإنما هكذا. ليس المقام يا أخوان المقام واحد، لأن عباده كبير. نعم، قام يضحكون، ليس المقام مقام، لا هو مقام تعليم، وإنما يضحك مما يتعجب منه فقط. بعد ذلك يقول في ركوعه إذا ركع هكذا وظهره ممدود، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات أقل شيء، هذا أدنى الكمال. وإن زاد، والزيادة هذه ثابتة في صحيح البخاري ومسلم، يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه عظيمة، هذه الزيادة، إذا قلت سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، إذا زدتها فحسنة، لأنها زيادة ثابتة وصحيحة. بعد ذلك ترفع رأسك من الركوع قائلاً سمع الله لمن حمده، إذا كنت إماماً، أما إذا كنت مأموماً فتقول ربنا ولك الحمد، وترفع يديك وانت رافع من الركوع، سمع الله لمن حمده، وترفع يديك إلى حذو منكبيك، ثم تعيدها إلى ما كانت عليه قبل الركوع. قبل الركوع فين كانت؟ كانت على الصدر، وبعد الركوع تعود إلى الصدر،
ولا دليل لمن قال إنه يعيدها مسبلة. وقد ذكر هذا الكلام الشيخ الألباني في رسالته كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز بالرد الشرعي الواضح في أن الصحيح الثابت هو أنها توضع كما كانت، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع اليدين في أربعة أحوال: ثبتت في الركوع على الركبتين، وثبتت في السجود على الأرض، وثبتت في الجلوس على الفخذين، وثبتت في القيام على الصدر. والقيام بعد الركوع هو قيام كما كان قياما قبل الركوع، ولا تفريق بينهما، ومن فرق بين قيام قبل الركوع أو بعد الركوع لزمه الدليل. وما دام لا دليل أجل لا بد تبقى المسألة على الأصل في كون اليدين بعد الرفع من الركوع تعود إلى مكانهما قبل الركوع فوق الصدر، ويقول الإنسان بعد ذلك: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. ثم يقول إن استطاع وكان في فرصة: أهل الثنى والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بعد ذلك تسجد مكبرا لله عز وجل من دون رفع يديك. من كانت يديك هكذا وجدت تبغى تهوي إلى السجود ما ترفع يديك، طوال تنزل إلى السجود وتقول في سجودك: الله أكبر، وتسجد على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة والأنف واحدة، لأنها في عضو واحد وهو الوجه فحكمها واحد، وبعدين والكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء. للحديث الصحيح: أمرت على أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه، الكف، الجبهة والأنف، واليدين، والركبتين، وبطون أصابع القدمين. وبعدين تجافي بين عضديك وبين جنبك، لا تلصق، وتجافي بين فخذك وبطنك، لا تلصق، لا تكوبش كذا وتتعكش، وإنما تجافي، لكن مجافاة معتدلة بما يسمح به وضعك وتسمح به الصلاة والناس جنبك. أما المجافاة التي نشاهدها أحياناً ففيها غلو وزيادة، إذ أنها تأتي على شكل انبطاح، بعضهم ينبطح إذن يحط يديه هناك كأنه يسوي البشم ذيك حق الرياضة، وبعضهم يجي إذا سجد يجافي ويقول بيديه كذا، بحيث الذي يسجد جنبه ما عاد يلقى مكان لأنه قد نطعه ورده بمرفقة. لا، وإنما هكذا تجافي بحيث لا تؤذي ولا تربط. أما المرأة فلا تجافي، المرأة عورة وإنما تنكمش، والرجل يجافي من غير غلو ولا مبالغة. ثم بعد ذلك يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وإن أراد وزاد وقال: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كما زادها في الركوع، فهذا طيب لثبوت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع رأسه من السجدة الأولى جالساً قائلاً: الله أكبر، ثم يجلس بين السجدتين على قدمه اليسرى مفترشاً لها، ناصباً قدمه اليمنى، واضعاً يده على فخذه الأيمن ويده الثانية على فخذه الأيسر، ثم يقبض الخنصر والبنصر ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء وعند التشهد، ويجعل طرف الإبهام مقروناً بطرف الوسطى كالحلقة، ويضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف فخذه الأيسر مما يلي الركبة، ما لها هذه شيء، هكذا هذه وذيك محلق بها هكذا. ثم يقول في جلوسه بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يسجد السجدة الثانية خاشعاً لله عز وجل كالأولى فيما قال، ويفعل مثل ما فعل، ويكبر عند سجوده، ثم يقوم من السجدة الثانية قائلاً: الله أكبر، ولا يرفع يديه إذا وقف، ويصلي الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى فيما يقول وفيما يفعل، إلا أنه لا يستفتح، يبدأ طوالي بسم الله الرحمن الرحيم،
إذ أن الاستفتاح والاستعاذة التي قد قالها في أول الصلاة تكفيه عن الاستعاذة مرة ثانية، ثم يجلس بعد انتهاء الركعة الثانية قائلاً الله أكبر، ويجلس كما جلس بين السجدتين رافعاً ناصباً رجله اليمنى مفترشاً رجله اليسرى، ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس. اسمه التشهد الأول إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، واسمه التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثنائية كالفجر، ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذه إذا كانت الصلاة رباعية التشهد الأول يقف عند هذه ويقوم يجيب الركعة الثانية الثالثة إن كانت ثلاثية، ويجلس ويتشهد ويقول هذا الكلام، أو يجيب الركعة الرابعة إن كانت رباعية ويجلس ويتشهد ويقول هذا الكلام، ثم يزيد بعد التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه جاءت في حديث صحيح. نعم. ثم يدعو ربه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. إذا غلق هذا الكلام الصلوات التشهد والصلوات والدعاء هذا وبقي معه وقت، يدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وسوف ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبهذا تنتهي الصلاة. وإذا كانت الصلاة في التشهد الأخير فإنه من صلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يجلس فيه متوركا، يعني يجلس على إليته اليسرى ويخرج رجله اليسرى من تحت قدمه اليمنى المنصوبة، وهو ما يسمى التورك. هذا هو كيفية الصلاة الشرعية الصحيحة، وسوف إن شاء الله نغلق الموضوع بعد أداء الأذان. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هناك أشياء أيها الإخوة تكره في الصلاة، منها الالتفات بالبصر يميناً أو شمالاً، أما رفع البصر إلى السماء فهو حرام لورود النهي الصريح عنه. يكره في الصلاة العبث والحركة لغير حاجة، كمن يعبث بلحيته أو يعبث في أنفه أو يعبث بعقاله أو بغترته أو ببشته أو يعبث في أي شيء من جسمه، لأن الصلاة فيها شغل للمسلم، والعبث يدل على عدم حضور القلب. أيضاً يكره في الصلاة استصحاب ما يشغل الإنسان كالأشياء الثقيلة أو الملابس الملونة المزركشة التي تلفت نظر الإنسان عن الصلاة وتشغله وتلهيه. يكره في الصلاة التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة، إذا وقف وطال الإمام قال بيده كذا، هذا ما يصح وتكره في الصلاة. وأشياء أيضاً تبطل الصلاة، ما هو مكروه وإنما تبطلها وتفسدها، منها الكلام، الكلام عمداً، واحد يتكلم عمداً وإن كان يسيراً، لو قلت كلمة ولو كانت مكونة من حرفين، لو واحد بسألك وانت في الصلاة انت معزوم قلت لا عامداً بطل صلاتك، لكن إذا قلت كلمة غير عامد يعني نسيت فإن الله عز وجل يرفع عنك هذا، لأنه عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإنسان إذا أخطأ خطأً فإنه معفو عنه، أما إذا تكلم عامد بأقل كلمة ولو كلمة واحدة، لو قال نعم لا أيوه خلاص بطلت الصلاة. وتبطل الصلاة بالانحراف عن القبلة، انحرف واحد بكامل جسدي عن القبلة بطلت الصلاة. وتبطل الصلاة بخروج الريح من دبره وبجميع ما يوجب الوضوء أو الغسل من خروج خارج من السبيلين أو غير ذلك من نواقض الوضوء. وتبطل الصلاة بالحركات الكثيرة المتوالية من غير ضرورة، العبث الكثير الغير ضروري ما له حاجة هذا يبطل الصلاة. وتبطل الصلاة بالضحك وإن كان يسيرا، وفي خلاف بين أهل العلم بالتبسم،
فقال بعضهم حتى التبسم يلحق بالضحك ويبطل الصلاة، أما ضحك قهقها ولو كان لو قلت خلاص بطل الصلاة، إذا قلت بس بسمة بس تبسم أهل العلم في خلاف فيها، بعضهم يقول إنها تبطل وبعضهم يقول لا يأثم ولا تبطل، والصحيح أنها تلحق بالضحك وأنها تبطل بالتبسم، لأن الموقف ما هو مجال تبسم، موقف يعني رهيب جدا. هل تستطيع وأنت جندي تؤدي التحية للضابط وتضحك؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن أبدا. طيب ليش؟ لأنك في وضع استعداد، وضع عسكري أمام ضابط بشر، ما يقدر ولا تقدر أنت أن تضحك وتتبسم أمامه، ولو تبسمت أو ضحكت أمامه لجازاك. طيب أنت في وضع أعظم من أي وضع في الدنيا، أنت بين يدي الله في وضع استعداد كامل في موقف رهيب، ينبغي أن تبكي من خشية الله لا أن تضحك ولا تتبسم. بعد ذلك يبطل الصلاة إذا زاد فيها شيئا ليس من جنسها متعمدا، زاد فيها ركوعا، زاد فيها سجودا، زاد فيها قياما، زاد فيها قعودا، زاد فيها ركعة من غير يعني وهو عامد، فإنها تبطل الصلاة. وتبطل الصلاة أيضا بمسابقة الإمام عمدا، وهذه مشكلة، لأن أوضاع الصلاة أربع: مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف، وكلها منهية عنها. المسابقة منهية عنها وهو أن تسبق الإمام في الركوع أو السجود أو الحركة، والموافقة منهي عنها أن تأتي بالحركة معه يعني يكبر وانت معه بالضبط، والتخلف منهي عنه أنه يكبر ويرفع عادك ساجد ويركع تخالفه، وأمر به المتابعة: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا وقعد فاقعدوا، هكذا. إنما تأتي بالحركة على غير هذا الوضع هذا يعتبر مخالف. أما إذا سبقت الإمام عمدا بطلت الصلاة، هو بعد الإمام راكع واقف هكذا واستقبل تسمع يكبر قلت الله أكبر قبله، الصلاة باطلة. أما والأكل والشرب، نعم الأكل والشرب من مبطلات الصلاة ولو شيئا يسيرا. فرض واحد تلهم وهو قاعد في المسجد ودخل يده في جيبه وعين فصفص فطلع حبة وأكلها، هذا أكل ما ينبغي لك أن تأكل ولا أن تشرب في الصلاة لأنه مفسد للصلاة. طيب كيف يصلي المريض؟ هذه صلاة المتعافي. أما المريض فإنه يجب عليه أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر، فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوفه من استعمال الماء فإنه يتيمم، وبعد ذلك إن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر. هنا الشيخ يجعل المسح واضح، إنه الوجه أولا ثم الكفين بالتيمم. يقول كيفية التيمم: أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض، هذا هو كيفية صحيحة. والآية الكريمة هكذا: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الترتيب جاء في الآية أيضا، الدليل واضح ما في إشكال فيه. بعد ذلك إذا كان في بعض أعضاء الطهارة مرضا أو جرحا لا يستطيع أن يغسله فإنه يتوضأ لبقية الأعضاء ويتيمم للعضو الذي لم يصله الماء. إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود بخرقة أو جبس فإنه يمسح عليه ويأخذ حكمه حكم الجبيرة، ويجوز التيمم له بالماء بالتراب الذي يؤثر له في صحن إذا لم يكن عنده تراب على الأرض. بعد ذلك إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى الصلاة الأخرى صلى بالتيمم الأول، وهذا موضوع خلاف بين أهل العلم، بعضهم لأنه مبني على كون التيمم مبيح أو رافع، فالذين قالوا إن التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث قالوا لكل صلاة تيمم، والذين قالوا إن التيمم رافع للحدث لأنه يقوم مقام الأصلي وهو الوضوء قالوا إنه يصح له أن يصلي الصلاة الثانية إذا بقي على طهارة بالتيمم الذي صلى به الأولى، وهو ما يرجحه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين. ثم بعد ذلك يجب أن يصلي المريض بثياب طاهرة، فإن كانت ثيابه نجسة وجب غسلها، فإن لم يستطع صلى
بحالته التي عليها ثيابه وصلاته صحيحة، يجب عليه أن يصلي على شيء طاهر، فإن لم يجد وكان المكان الذي يصلي عليه وهو السرير نجس وجب عليه غسله أو إبداله، فإن لم يستطع وضع عليه فراش، فإن لم يستطع صلى عليه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأن الأمر قائم على اليسر، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة أو العجز عن الوضوء أو العجز عن التيمم كما يصنع بعض الناس إذا مرض، خاصة إذا سوى له عملية يجلس أسبوع ما يصلي. إيش بيك؟ قال والله إيش أسوي؟ كيف ثيابي نجسة، بطني مفتوح. طيب افرض أنك مت في هذا المرض وأنت تارك للصلاة، لا إله إلا الله. يا أخي صل على أي هيئة وعلى أي كيفية بأي وضع تستطيع، أما تترك الصلاة بحجة أنك غير طاهر أو أن ثيابك غير طاهرة أو أن وجهك ما هو إلى القبلة أو أنك ما تستطيع، هذا لا عذر لك. أما كيف فيصلي الفريضة قائما ولو كان منحني إذا كان ما يستطيع، أو يعتمد على عصا أو يعتمد على جدر إذا كان مريض. إذا لم يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا، وإذا كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه متجها إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل، فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. إذا لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره رجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة، يعني يرفع له بمخدة أو بالسرير، فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت ولا إعادة عليه. إذا لم يستطع أن يصلي وهو مستلقيا صلى بالإيماء برأسه ويشير بعينه فيغمض قليلا في الركوع ويغمض تغميضا أكثر في السجود، يعني الركوع هكذا الله أكبر ثم يرفع، السجود الله أكبر، ويطول شوية ليفرق بين الركوع والسجود. أما الإشارة بالأصبع كما يصنع بعض الناس فلا دليل عليها ولا أصل لها، بعضهم يقول صلي بأصبعك كذا، يعني خلي أصبعك مكانك، فإذا ركعت اركع كذا وإذا سجد اسجد كذا، هذا لا دليل له ولا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يستطيع أن يشير لا برأسه ولا بعينه ولا بأي إيماء، قال العلماء فيومئ بقلبه، بقلبك بس، حتى ولا مخدة ولا شيء، لا تحط مخدة على يديك، لا لا بعضهم يحط مخدة يقول ما كذا كأنها بدل عن الأرض، لا، تومئ بقلبك وتكبر تكبيرة الإحرام بقلبك، وتقرأ الفاتحة وتنوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبك، ولكل امرئ ما نوى واتقوا الله ما استطعتم، ويصلي المريض كل صلاة في وقتها ويفعل على ما يقدر، فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله أن يجمع بين الظهر والعصر وأن يجمع بين المغرب والعشاء، أما جمع تقديم أو جمع تأخير أي نعم، أما الفجر فلا تجمع وإنما تصلى لوقتها، وإذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده جاز له أن يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين حتى يعود إلى بلده وينتفي عنه حكم السفر. هذا ما نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إليه. ولكن هناك شيء بسيط أضيفه، وهو كيف يصلي المسلم صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هذه مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس لا يعرفها ولا يدري عنها، ولعل من المفيد أن نذكر كيف تجهز الجنازة على سبيل الاختصار. أولا إذا تيقن موت الإنسان فإنه أولا يلقن الشهادة، ثم إذا مات تغمض عينه ويشد لحيه حتى لا يقعد فاغر هكذا وإنما يبصم، وتغمض عينه لأن إذا خرجت الروح تبعتها البصر، ثم عند تغسيله تستر عورته لا تكشف عورته مهما كان، ثم يرفع قليلا من عند ظهره ويعصر بطنه عصرا بسيطا ليخرج منه ما هو جاهز للخروج، ثم يلف الذي يغسل على يده خرقة أو يلبس دسوس، ثم ينجيه من غير ينظر إلى عورته، يحطون ستر على عورته وينجيه كما ينجيه للصلاة بيده، ثم يغسل شقه الأيمن كاملا ثم شقه الأيسر كاملا، ثم يغسله مرة ثانية ثم مرة ثالثة، ثم إن خرج شيئا غسله، ويسد محل الخروج بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة إذا كان عنده يعني إسهال كاللزقة أو غير ذلك،
فإن لم ينقِّه غسَّله بثلاث أو خمس أو سبع، ثم ينشِّفه ويغسل كامل جسده، وإن طيَّبه كله فحسن، ويُجمِّر الأكفان يبخِّرها، وإن كان شاربُه أو أظافِرُه طويلةً أخذ منها ولا يُسرِّح شعره، والمرأة يُظفر شعرها ثلاثة قرون ويُسدَل من ورائها، ولا يُخذ من عانته شيء. إذا كان شعر شاربه أو أظافره طويلة فتُقصَّر، وأما العانة لا تُحلَق لأنها تؤدي إلى كشف العورة. ثم يُكفَّن الميت، وكيفية التكفين للرجل كيفية وللمرأة كيفية. الرجل يُكفَّن في ثلاثة أذواب يُدرج فيها إدراجًا، يعني تُوخَذ ثلاثة أذواب، ثلاث قطع، مثل هذه الثلاث الورق، مثل هذه الثلاث الورقات. نعم، ما أُخِذَ من شاربِه ومن يديه يُجعل معه، من أظافره يُجعل معه في كفنه، ويُدرج، تُؤخذ ثلاثة أثواب طويلة أطول من الإنسان، وتوضع بعضها فوق بعض هكذا، ثم يؤتى بالذكر الرجل الميت ويوضع هكذا، ثم يترك من عند رأسه أطول مما عند رجليه، يترك من عند رأسه ذراعين مثلا وعند رجله ذراع من القماش، ثم يطبق الطبقة الأولى عليه هكذا من الشق الأيمن، وترد عليه من الشق الأيسر، أصبح ملفوف في الأولة، ثم تلف عليه الثانية مثل، ثم تلف من الجهة الثانية، ثم تلف عليه الثالثة مثل، ثم تلف من الجهة الثالثة، هذا اسمه التكفين. ثم يربط من عند رأسه، ويربط من عند يديه، ويربط من وسطه، ويربط من عند ركبتيه، ويربط من عند قدميه، من بعد قدميه، ثم يرجع ما بقي من عند رأسه على وجهه، هذا هو التكفين. وتكفن المرأة في خمس أثواب، لفافتين مثل لفافة الرجل، ثلاث ثنتين، وإزار تؤزر به المرأة، وقميص يفتح من عند وجهها ويسدل على بطنها وعلى ظهرها، وخمار مثل الغترة، قطعة قماش تربع مثل الغترة هذه وتضرب على رأسها، ثم تربط من عند رقبتها. وأيضا يكفن الصبي الصغير في ثوب واحد أو في ثلاثة، والصغير في قميص ولفافتين. وأحق الناس بغسل الميت وصية الذي يوصي به، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات، والأولى بغسل المرأة وصيها، ثم الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من النساء. وللزوج أن يغسل زوجته، وللزوجة أن تغسل زوجها، ولكن الأولى أن يغسل الرجل الرجال، فإن وجد رجل بين النساء كلهم نساء وليس فيهم حتى امرأة تغسل امرأته، إذا ما فيه امرأة لا يغسلونها النساء، ييممونه، وإذا وجدت امرأة مع رجال وليس منهم زوجها، إن كان زوجها موجود يغسلها، إذا زوجها ما هو موجود وما في إلا أقارب أبوها أو أخوها أو أمها أو ولدها أو أي واحد فإنها لا تغسل، وإنما تيمم، ولا يتولى غسلها رجل لأنه يؤدي إلى كشف عورتها. بعد ذلك صفة الصلاة على الميت، يكبر تكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له، يعني لهذا الميت، وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه. هذه كل الأدعية جاءت وثبتت وأثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة، ولا يقول بعدها شيء، ما في شيء بعدها، إنما يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وعند التكبير طبعا يرفع يديه مع كل تكبيرة. وإذا كانت الميتة مرأة فليقل: اللهم اغفر لها. وإذا كان فرط صغير طفل يعني، فإنه يدعو ويقول: اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا لهما
مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذه الكيفية الشرعية لصلاة الجنازة، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحسن منقلبنا وإياكم، وأن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وفي سؤال يقول، هذا مهم جدا أذكره لأن فيه مهم فيه يعني فائدة، وهو يقول إنني عندي زواج في نهاية هذا الأسبوع، وأرغب منك أن يعني تحضر ليكون الزواج زواج يعني إن شاء الله طيب ومبارك وديني وما فيه يعني معاصي ولا منكرات. وأنا ذكر لي عنوان، جزاه الله خير. أنا أعتذر طبعا لأنني ما أستطيع أن آتي نظرا لسفري إلى الرياض، ولكني أقول لك اذهب إلى بعض الإخوة، وليس بالضرورة أن يكون شخصا بعينه، وإنما بإمكانك أن تستدعي طالب علم ويكون معه كتاب من كتب ابن القيم أو كتاب الكبائر أو أي كتاب، وإذا لم تجد فبإمكانك أن تختار شريط من أشرطة الأشرطة المفيدة وتشغل الميكروفون وتحط الشريط في الجهاز حتى يسمع الناس ويذكرون الله عز وجل. وأذكر لكم حدثا وقع في الأسبوع الماضي في بلاد زهران في منطقة الأطاولة بين الأطاولة والمندق، أقيم زواج هناك لأحد إخواننا في الله، وأقامه بطريقة نادرة، نسأل الله أن يبارك له في زواجه، طريقة يعني عجيبة جدا. عزم مجموعة من طلبة العلم والعلماء والمشايخ، عزم الشيخ عبد الرحمن السديس، والشيخ الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، والشيخ عايض بن عبد الله القرني، والشيخ عبد الرحمن العشماوي، والشاعر ناصر الزهراني، وأنا أخوكم، دعانا لحضور حفل الزواج، وضمن هذه الأسماء في الدعوة، وقال أبغى الزواج يكون يعني ندوة إسلام ودين وعلم. وجاء الناس، ويقول لي إنه وجه الدعوة لألف وخمسمائة رجل، لكن الذين حضروا 3000 رجل، الذين حضروا الحفل بارك الله له وفي زواجه وعشاهم كلهم، لأنه أقسم عليهم بالله، قال والله ما أسمح لواحد يخرج إلا قد تعشى. وقلت أنا إيش يعشي ذولا؟ أنا اختلعت، لأن إذا قد عندي 10 أو 5 رجال بأختلع منهم، فكيف 3000 رجال إيش يعشيهم؟ لكن الله بارك في طعامه، ذبح 50 خروفا وحضر الطعام في 150 صحن، وأقام الناس كلهم على دفرتين وقاموا والطعام باقي والحمد لله، لأنه قال ما أحد يجي لهذه الندوة ويخرج طاوي، لأن الحفل طال. بدأ الحفل بعد صلاة المغرب، ابتدئ بأن قسم البرنامج إلى قسمين، البرنامج الأول ندوة مشتركة اشترك فيها عايد القرني والدكتور القحطاني وأنا، وكانت الندوة بالأول تكلم الدكتور محمد القحطاني عن المعوقات والعقبات في طريق الزواج ثم لمدة نصف ساعة، ثم تكلمت أنا لمدة ساعة إلا ربع عن الوسائل الشرعية التي يحافظ بها على بناء الزواج، ثم تكلم الشيخ القرني بعدها لمدة نصف ساعة عن الآثار التي يتترتب على نجاح الزواج في الدنيا وفي الجنة في الآخرة، ثم بعد ذلك أجيب على الأسئلة، ثم صلينا العشاء، وبعد الصلاة قدم العشاء، وبعد العشاء رجعنا قد الساعة 11، وقامت أمسية شعرية اشترك فيها 3 شعراء. الشاعر الأول المعروف عبد الرحمن العشماوي ألقى قصيدة رائعة بعنوان من مشاهد يوم القيامة، وهذه القصيدة نقل الناس فيها إلى أنهم كأنهم يعيشون في عرصات القيامة بالآية والحديث. والقصيدة الثانية ألقاها الشيخ عايض القرني عن الحداثة والحداثيون الذين ينادون بالتحرر ورفض الدين والإيمان، هؤلاء الخبثاء. ثم ألقى الشاعر ناصر الزهراني وهو أخ المتزوج طالب في كلية في جامعة الإمام في جامعة أم القرى وشاعر يعني عظيم، ألقى 3 قصائد من ضمنها في الأخير قصيدة بلسان حداثي، يعني قال قصيدتي هذه أنا حداثي من هذول الحدثاء، وجاب قصيدة لصق فيها الحداثيون بالتراب والطين. والشريط موجود في السوق الآن في المكتبات، اسمه الأفراح الإيمانية. فنقول لإخواننا الذين عندهم أفراح وزواج، أقيموا زواجكم على مثل هذا، ادعوا طلبة العلم والعلماء واذكروا الله وابدأوا حياتكم بطاعة الله، لأنكم إذا أسستوا الزواج على دين ثبت، وإذا أسس الزواج من أوله على معاصي وعلى منكرات وعلى تبرج وعلى شرعة وعلى منصات وعلى تصوير وعلى فيديو وعلى طبول وعلى والعياذ بالله فساد، فشل الزواج في الدنيا وفشل في الآخرة. إنه من العيب عليك يا أخي أن تدفع 5000 أو 10000 لمطبل أو مطبلة وأنت تعرف أن إخوانك المجاهدين في الأفغان يموتون من الجوع، والله لك أفضل 1,000,000 مرة أن ترسل 5000
للإخوان المجاهدين يشترون بها طعاماً يجاهدون به في سبيل الله، ولا تدفعها لمطبل تكون عليك هذه 5000 لعنة في الدنيا والآخرة. الشريط الآن في السوق موجود اسمه الأفراح الإيمانية، ونقول أقيموا الزواج على مثل هذا، لأن الله يقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هل هذا مثل هذا؟ لا. نعرف كثيرا من الزيجات فشلت من ليلة الزواج، وفشلت بعد أسبوع رغم أنهم أقاموا لها بهرج عظيم. بعضهم ما يقيم حتى في بيته الزواج، يقيمه في قصر الأفراح. إيش قصر الأفراح؟ قصر الحزن، قصر المعصية، قصر الشوم، قصر التصوير، قصر الطبل واللعب، قصر دخول المنكرات والفضائح والعياذ بالله. وبعضهم يسويها في الفنادق الضخمة، يحجز الفندق كله ويدفع 50-60-100 ألف ريال، وبعدين ما تغلق البنت أسبوع إلا قد فشلت وطلقها ورماها وأفلح منها. ليش؟ لأنها أسس البنيان على غير رضوان الله عز وجل. بارك الله لي ولكم ونفعنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.